السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء، إن شاء الله في هذا الفيديو جديد غادي نحاول إن شاء الله نتعرفوا على لو بلون سامبل. هذا لو بلون سامبل إن شاء الله غادي يكون واحد الطريقة حصرية وجديدة باش كتميز بأن نقدروا نلقاو هذا النموذج اللي غادي نشرح لكم إن شاء الله. غادي تقدروا تلقاو يعني 10 تاع النماذج، لا تقدروا تخدموه ب10 تاع الطرق في نموذج واحد. هذا اللي غادي نشوفوه دابا، يعني هذه الطريقه هذه واللي زين في هذا النموذج هو انه جديد. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على فوقاش كنستعملوا لو بلون سامبل، طريقه ديال الاستعمال ديال لو بلون سامبل، الطريقه الصحيحه ديالو، وغادي نحاولوا نخدموا جوج ديال النماذج ديال هذا لو بلون سامبل. الو خليكم معنا باش نتعرفوا على الطريقه نتاع نتعرفوا على هذا لو بلون سامبل. كما كتشوفوا هنا في لو تيتر لو بلان سامبل، ولا كيتسمى عنده سميات اخرين لو بليدويي ولا لو ريكيزيتوار. هاد السماوات هادو باش ما تدخوش غادي نتعرفوا عليهم بطريقه بسيطه. بليدويي شنو هي؟ بليدويي هي من نتايا كتدافع على واحد السوجي، كتدافع عليه بالافكار ديالك بلي زارغومون ديالك. دونك هنا كنكونوا كندافعوا، ملي كنكونوا كندافعوا يعني هنا كنحاولوا كنكونوا كنكسبوا ان بليدواي. ريكيزيتوار العكس ديالها، ملي كتكون شي حاجه رافضها ما عجباكش دونك كتعطي لي زارغومون باش كترفضها. غير هاد بغيت نعطيكم غير التعريف نتاع شنو هو البليدواي شنو هو ريكيزيتوار باش ما تدخوش. دونك فوقاش غادي نشوف نبداو فوقاش كنستعملوا هاد لو بلون سامبل. فوالا هذا السؤال هو اللي كطرحوه دائما، فوقاش كنستعملوا هاد لو بلون سامبل. الو بالنسبه ليا لو بلون سامبل كنستعملوه بالنسبه ليا في جوج ديال الحالات. نقدر نقول لكم اللي كيكون النيفو نتاع التلميذ يعني ما كيسمحلوش انه يعبر، مثلا عنده النيفو ناقص مثلا في برودكسيون كريت وخصو يكسب شي حاجه، خصو يكسب ضروري شي حاجه. دونك هنا النيفو نتاع التلميذ في لا برودكسيون كريت كيخليه انه يلجأ لشي بلون سامبل بسيط اللي يعني منهجيه غير يعمرها. دونك هذه هي اللي غادي نشوفوها دابا، منهجيه غادي غير نعمرها. فوالا دونك قلنا النيفو، وكاين حاجه اخرى السوجي، طبيعه السوجي يعني لو سوجي اللي عندنا واش يعني واش مثلا داك لو سوجي فيه اراء مختلفه، اراء متناقضه، خصنا نشوفو كل واحد كيفاش كيشوف مثلا شي سوجي. دونك يعني هنا كنستعمل البلان ديالكتيكي. دونك هنايا خصنا نشوفو حتى السوجي واش كيفرض علينا اننا نستعملو لو بلون سامبل. دونك نعاود كيما قلت، انا لو بلون سامبل كنستعملوه ملي النيفو كيكون مثلا نتاع شي تلميذ ناقص مثلا في برودكسيون كريت وخصو يستعمل هاد، ولا نقدرو نستعملوه حتى هو نقدرو نستعملوه مثلا الا كنت كنكتب مزيان نقدر نستعمل هاد لو بلون سامبل لحقا السوجي فرض عليا انني نستعمل هاد لو بلون سامبل. دونك غادي نعاود غادي نحاول نشرح لكم كيفاش كنديرو هاد لو بلون سامبل بسيط، طريقة بسيطة و بنماذج مختلفة. دونك نبداو، دونك غادي نشوفو حنا لانتخوديكسيون مقدمة. مقدمة كما كتشوفو هي فيها تقريبا جوج ديال لي باراغراف، كنخليو هنا ليسباس، متنساوش هاد الشيء راه مهم، لا بريزونطاسيون تاع لا في، نبداو بلا ماجيسكول. اون شوز اي سيغ، يعني مما لا شك فيه. دونك نقدرو نبداو بهاد العبارة هادي اون شوز اي سيغ، ولا كيما راه ندير لكم هنا اونتخ بارونتيز، هادو اللي راهم هنا سون كونتخودير sans aucun doute certainement هادو تقدروا تبدلوهم في بلاصه اون شوز اي سيغ. يعني هنا كنعطيكم اختيارات، تقدر تختار سون كونتخودير، تقدر تختار sans aucun doute ولا certainement. يعني هنايا باش ماشي كاع التلامد هنايا الحوايج اللي كتلقاهم اونتر بارونتيز شنو الهدف منهم، بان ماشي كاع التلامد يديروا نفس المنهجيه. يعني بنادم التلامد ينوعوا، يعني انا ندير مثلا هاد اون شوز اي سيغ، واحد اخر يدير سون كونتخودير، نوعو. الوغ قلنا هاد العبارات هادو كاملين كيعنيو مما لا شك فيه. الوغ شنو جاي موراها؟ لا تيماتيك، لا تيماتيك دو يعني موضوع، ولا سوجي دو، وكا
كنكتبو هنا اونتر بارونتيز كنكتبو هنا السوجي الموضوع اللي عندنا اللي كنخدموه غادي نخدمو حنا دابا نخدمو على واحد السوجي ونشوفو كيفاش كندير اي دون فالور بريمورديال يعني هذا لو سوجي عنده واحد لا فالور يعني اساسيه بغينا نبدلو هاد بريمورديال نبدلوها مثلا بكابيتال ماجور اسونسييل برينسيبال هادو دي سينونيم كما قلنا باش ما نعاودوش باش ما نديروش تكرار ماشي انا ندير بريمورديال واحد دونك يعني هادو دي شوا عندك اختيارات انسي certains lui trouvent une explication logique ou la illogique يعني هاد البعض كيلقى ولا كيعطي لهاد لهاد لو سوجي كيعطيه اون اكسبليكاسيون كيعطيه واحد الشرح منطقي لوجيك ولا ايلوجيك على حسب انت شنو باغي تختار الا كنتي كدافع على هاد السوجي تقدر مثلا تقول بان هاد كيعطيه واحد الاكسبليكاسيون لوجيك الا كنتي باغي ترفضه مثلا تقول ايلوجيك غير منطقي دوطخ سون بلوتو يعني الاخرين مثلا لي زوبوزون ولا الناس الاخرين كي دايرين اي سون بلوتو اوبتيميست ولا بيسيميست يعني متفائلين يعني عندهم واحد النظره ايجابيه تجاه هذاك السوجي ولا الاخرين عند بيسيميست يعني متشائمين نيجاتيف دونك هنا كنختاروا على حسب لا بوزيسيون ديالنا الا بغيت نكون مثلا انا اوبتيميست نختار اوبتيميست ما عجبكش داك السوجي بغيت تقول بيسيميست تقول بوسيميست دونك هادو دي شوا تختار لي بغيت باغ كونسيكون نتيجه لهذا لو ديبا هنا عندكم الاختيارات تختار واحده من هاد الجوج Le débat demeure incessible et pas sous l'ombre du silence. يعني هذا النقاش ولا هذا لو ديبا هذا النقاش في هذا الموضوع هذا يعني ما كيكملش ولا مثلا لا بوليميك الشجار ولا الجدل entre les deux ما بين هاد لي دو بوين دو فيو ne cesse de prendre l'envergure يعني زايد وكيتطور يعني هذا الجدل ما بين هاد لي زادجيفون لي زوبوزون زايد وكيتطور في تطور يعني مستمر اختار وحده من هاد الجوج باش ما ديروش بحال بحال وهنايا كنجيو ضيغ هنا نطرحوا لي كيسيون نطرحوا لي كيسيون تقدروا تحافظوا على هاد الاسئله كما راه ضيغ كيل سوري دونك نوتر افي شنو هو الراي ديالنا نوتر افي ولا نوتر بوين دو فيو ولا نوتر اوبينيون الا درنا هنا اوبينيون خصنا نديرو فيمينا كيل سوري دو زل او امبريسيون حتى هي فيمينا Quel serait donc notre avis, nous aurons idée de nous l'intérêt de nous à ce propos, fait à Sadad, ou la concernant ce sujet, fait mettre à l'arbre dans le monde, ou la compte à ce sujet, serons-nous du côté de la première partie ou de la deuxième? Moi, je dis que nous n'ayons pas de nous les adjuvants, la première partie ou la deuxième partie. Donc, à deux, c'est là, il y a des bonnes choses à lire. الوغ كنجيو هادشي باش كيمتاز لو بلان سامبل اننا كنبداو لو ديفلوبمون العرض كنبداو بالبوان دو فيو ديالنا ديريكت يعني داكشي علاش كيتسمى مثلا بليدوايي ولا ريكيزيتوار باردون ريكيزيتوار يعني كنبداو كندافعو ديريكتومون ولا كنرفضو ديريكتومون دونك حنا غادي نشوفو شنو هما العبارات اللي كنقدرو ندافعو بهم ولا نرفضو بهم بوغ ما باغ هنا دونك هاد العباره هادي كتبين بلي راني كن J'exprime mon point de vue. Pour ma part, je vais le dire personnellement, ou à mon avis, selon moi. Le point de vue, je trouve que, je pense que, j'affirme que, j'admets que. Alors, on a un point de vue positif. Surtout, j'admets que, là, j'affirme que. Le juge qui est bien, il est le point de vue. Tu acceptes avec la vie ou là je refuse. Je refuse, je n'accepte pas, j'infirme. Le contraire, tu as affirmé. Donc, je confirme ou là j'affirme le sujet de. Quand c'est un sujet, mérite. كنقبل ولا جافير مثلا كو هاد لو سوجي دو جو بونس ولا جافيرم كو لو سوجي دو لو سوجي اللي عندنا ميريت ولا نو ميريت با اون اتونسيون بارتيكولير ما يستحقش يعني واحد الانت واحد نعطيه نعيره يعني واحد انتباه خاص كار ايلي بارمي باردون لي سوجي لي بلو رار ولا لي بلو كورون لحقاش هو واحد
الا بغينا نعيروه يعني واحد الاهتمام نقولوا بان هذا السوجي هذا يعني من بين لي سوجي لي بلو غار يعني اللي نادرين في الوجود قلال، ولا الا عادي نقدروا نقولوا عليه مثلا سي ان سوجي كورون عادي بحالو بحال كاع لي سوجي دو نوتر في كوتيديان في الحياه ديالنا العام. الوغ هنا غادي نبداو باش نعطيو لي زارغومون. الوغ باش نبداو نعطيو لي زارغومون غادي ندير واحد لافراز بوغ سو فير، يعني باش مثلا باش نبين بلي راني رافض ولا راني كنقبل، يعني هاد العباره كتعني بوغ سو فير باش نبين بلي راني رافض ولا راني كنقبل هادشي اللي قلتو في الاول. نقدروا نعوضوا هاد العباره هادي بوغ سو فير دي لور بار كونسيكون ولا بارتون ولا دو كو، اختاروا واحده من هادو. جابوي كندعم ولا جو سوتيان كذلك جو رونفورس جو ديفون كندافع على مثلا ما كونفيكسيون على القناعه ديالي ولا على الاطروحه ديالي ما تيز على ما فاصون دو فوار لي شوز الطريقه باش كنشوف لي شوز الميول ديالي مون بونشمون مون ابريسياسيون الاعجاب ديالي يعني كندافع عليه ولا كندعمو بار ان سيرتان نومبر دارغومون يعني واحد المجموعه نتاع لي زارغومون ولا بار اون بانوبلي دارغومون واحد مجموعه كبيره نتاع لي زارغومون ولا بار بليزيور زارغومون دونك هادو كاملين عندهم نفس المعنى. جون سيت اذكر منها ولا اسافوار ولا نوتامون هادو اختاروا منهم اللي بغيتو. الوغ منين ندير هاد الجمله هادي غادي ندير هاد الجمله هادي نختار منها اللي بغيت جمله واحده هذيك الساعه غادي يبداو لي زارغومون. الوغ هنا كيفاش غنديرو اورغانيزيو هادوك لي زارغومون؟ الوغ لي زارغومون كان اون اورغانيز لي زارغومون بار دي ليان لوجيك. لي ليان لوجيك هما عندكم هنا واجدين تو دابور ولا دابور هادي ليان لوجيك نتاع يعني باش اورغانيزيو غادي يعني نبداو بروميي ارغومون غادي ندير لو بروميي ارغومون وندير اكزومبل الى هذاك الارغومون كيسمح لي ندير اكزومبل. انسويت دوزيام ارغومون اكزومبل الى كان، اما الى مثلا ما قدرتيش دير دوز اكزومبل ولا ثلاثه ولا تقدر دير غير واحد في هاد في هادو كاملين في هاد الربعه دير غير واحد. الو قلنا تو دابور ارغومون انسويت ارغومون بوي ارغومون اكزومبل انفان ارغومون اكزومبل ولا غير ارغومون مهم على حسب القدره ديالكم واش تقدروا ديروه ولا لا. دونك هادو هما باش هنا في هاد الباراغراف هذا هنا غادي نحاولوا نستفوا لي زارغومون اللي عندنا نكتبوهم. دونك كملنا لو ديفلوب كملنا العرض نفوتوا الخاتمه. الوغ ملي كنكملوا العرض غادي نقصوا واحد السطر باش يكون داكشي باين يعني فيزيوالمون غادي يكون باين ومنظم. نقصوا واحد السطر نخليو لي سباس ونديروا ماجيسكول بور كونكلور فيرغول ولا فينالمون فيرغول انصوم اون غيز دو كونكلوزيون اختار واحده من هادو اللي بغيتو. Il s'est avéré que le sujet 2 يعني تبين ان موضوع اللي حنا كنناقشوه نيسيسيت اون ريفليكسيون ابروفوندي يعني كيطلب واحد التفكير عميق ولا كيطلب واحد يعني واحد الانتباه خاص يعني اون اتونسيون بارتيكولير كار il a montré انه اظهر يعني هذا الموضوع son importance الاهميه ديالو ولا سون انتيغي ولا سون افيكاسيتي. دونك هنا كنت كندافع مثلا نقول بان هذا الموضوع ضرب بينا الاهميه ديالو بين النجاعه ديالو الافيكاسيتي ولا العكس ديالها نقدر نقول مثلا سون نيتوليتي ولا سون انيفيكاسيتي العكس ديال هادشي اللي قلت على حسب كنت كندفع ولا كندافع ولا كنرفض. سي بوركوا il faut lui accorder لهذا يجب يعني خصنا نعطيوه ولا il ne faut pas lui accorder ولا ما نعطيوهش مثلا اما نعطيوه une grande importance ولا ما نعطيوهش اهميه كبيره. بغينا نبدلو هاد une grande importance une valeur estimable ولا un intérêt particulier واحد القيمه كبيره ولا واحد اهتمام معين. دونك هنايا هادي هي الطريقه باش يعني هنا ما شنو عندكم ديروا يعني غادي نعمروا هاد الفراغات هاد. وهنايا اللي مزيان في هاد لو بلون سامبل وانا ما غاديش تلقاو شي واحد بحال هكا في الانترنت يعني هذا جديد واش اخر جديد يعني شنو كيعني بجديد لحقاش اغلب التلامذ كيستعملوا في البلون سامبل كيستعملوا واحد الموديل اللي راه داير في الانترنت كامل. الو هنا عندكم حاجه يعني جديده باش تنوعوا لحقاش كاين مصححين اللي كيعرفوا عارفين هذاك الشيء اللي كاين في الانترنت عارفين كامل دوك النماذج يعني بكثرت ما قراوهم وصحوهم صافي
يعني كيبان باللي راه التلميذ اللي كيكتب برودكسيون كريت كيعتمدش على راسو، يعني كيجيب حوايج قوالب كتسمى قوالب جاهزه وكيعمرهم. راه هنا عطيتكم نقدروا نقولوا 10 تاع النماذج في نموذج واحد، نختار مثلا هنا الاولى ونختار هنا الزوجه ونختار هنا الثالثه الرابعه، يعني تقدر تنوع هنايا تقدر تنوع. فوالا دونك هاد ليكزومبل هذا نتوما تخدموا به بالطريقه اللي بغيتوا. راه غادي ناخذوا دي زيكزومبل، دي زيكزومبل قلنا كيفاش باش نعرفوا مثلا فوقاش غادي نستعملوا لو بلون سامبل. مثلا ناخذوا هاد ليكزومبل الاول وليكزومبل الزوج. انتيغون ديسيد دو ترانسغريسي لي زوردر du roi et de mener à bien son projet d'enterrement de son frère. Êtes-vous d'accord avec sa décision? Et Antigone قررت انها تمرد الاوامر ديال لو روا وتحق، يعني المشروع ديالها تكملو حتى للتالي، المشروع ديالها نتاع لونتيرمون ديال الاخ ديالها. Êtes-vous d'accord avec sa décision? واش انت مع هاد الفكره هنا في هاد السوجي هذا؟ ما كاينش يعني ما كاينينش شي اراء مختلفين هنايا، هذه واحد يعني واحد الفكره راه عندنا بغا ديرها اونتيغون، واش انت معاها؟ يعني هنايا غادي نكون في الموقع ديال انني كندافع ولا انني كنرفض. ملي كتحس راسك ملي في هذا السوجي يعني راك في هاد لا بوزيسيون ديال انك تكون محامي كتدافع ولا كترفض، هنا عرف بلي راه غادي خصنا نستعملوا لو بلون سامبل. لا مثلا نشوفوا هاد السوجي الزوج حتى هو نفس الشيء. كريون décide de punir à mort quiconque osera enterrer le cadavre de Polynice. Crayon قرر انه يعاقب اي واحد استطاع انه يدفن جثة تاع بولينيس. واش انت مع هذا القرار هذا؟ هنا الى فهمتوا السوجي مزيان غتلقى راسك انك خصك يا اما غادي تدافع على كريون يا اما غادي ترفض داك القرار ديالو. رغم اللي تقرا السوجي ولا تقرا داك السؤال وتحس براسك بلي راك في هذا الموقف هذا، يعني عارف بلي راك خصك تستعمل لو بلون سامبل. فوالا الوغ حنا عندنا دابا انا وجدت انا هنا لي زارغيمون، مثلا لي زارغيمون تاع السوجي الاول ها هما هادو. شحال راه ندير هنايا؟ 4 تاع لي زارغيمون واحد ليكزومبل. غادي نحاولوا ناخذوا هاد لي زارغيمون وغادي نخويوهم في هذاك النموذج اللي عندنا. فوالا ها هو النموذج اللي عندنا سوجي ان، وغادي نحاولوا نعمروه بهذاك السوجي مثلا الاول تاع اونتيغون. الوغ غادي هنا غادي ندير بحال شي تلميذ انا بلاصتكم مثلا، انا عندي هاد المنهجيه هذيك غادي ندير نخدم اون شوز اي سيغ، واخا نخلي مثلا هاد اون شوز اي سيغ نخليها، غادي نمسح هادو نمسح هادو. لا تيماتيك دو موضوع ديالاش، الموضوع اللي عندنا هنايا شنو هو؟ هو لا ديسيزيون دونتيغون، القرار ديال اونتيغون، هذا هو الموضوع اللي عندي. لا تيماتيك دو، غادي نمسح هاد القوسين ونكتب هنا السوجي. لا تيماتيك اللي هي لا تيماتيك دو لا ديسيزيون دونتيغون اي دون فالور بريمورديال، غادي نقلع هاد بريمورديال ونخلي مثلا برانسيبال. فوالا واحد غادي يختار اسونسييل واحد، دونك عندك الاختيار. انسي سيغتان لوي تخوف اون اكسبليكاسيون لوجيك، انا نقول مثلا لوجيك لحقاش بغيت ندافع عليها، بغيت ندافع على اونتيكون. دوطخ سون بلوتو الوغ مادام قلت هنا لوجيك يعني خصني نقول العكس، يعني الاخرين تا هما متشائمين بيسيميست، مغاديش نقول اوبتيميست. مسحت هادي. باغ كونسيكون نختار وحده من هادو لو ديبا دومور، الوغ غادي نختار هذيك الزوجه ونمسح هادي. فوالا هاد لانتروديكسيون هي واجده. لي كيستيون فوتو لي كيستيون دايور كيل سوري دونك نوتر افي، الوغ غادي نخلي انا مثلا كيل سوري نوتر بوان دو في، كيل سوري نمسح هادي، كيل سوري نوتر autre point de vue نمسح هادو. quel serait donc notre point de vue à ce propos، نخلي هذا à ce propos. فوالا ها هما عندي جوج ديال لي كيستيون واجدين مزيان، الطريقه بسيطه وسهله ما درتش
ما درتش شي مجهود كبير هنا. دابا غادي نفوتو باش نعبروا على الراي ديالنا الشخصي. بوغ ما بار بيرسونيلمون نختار، انا بغيت نختار سولو موا، هادي عجبتني مثلا نختارها، نختار سولو مو، راه بديتها بماجوسكول وندير فاسيلا ونختار جو تروف جو بونس كو جافيرم. غادي ندير مثلا جادمي ولا جاكسبت، جادمي جادمي كو ونمسح الاخرين. J'admets que le sujet de le sujet de la décision d'Antigone hada n'aoud nksbo hna j'admets que le sujet de la décision mérite ou la ne mérite pas مثلا mérite ana yani rani kandafa hna mérite ونمسح الاخرين mérite شنو mérite une attention particulière car il est parmi les sujets les plus rares. يعني هاد لا ديسيزيون تاع تيكون واحد الموضوع اللي نادر وزوين في الحياه ديالنا dans notre vie quotidienne. فوالا دابا غادي نفوس باش نعطي لي زارغومون، يعني نصوب هاد pour se faire باش 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 ندافع على انني يعني انا قلت راني يعني كنقبل pour ce faire باش غادي نقبل باش نبين بلي انني كنقبل هذاك السوجي pour ce faire on dire par conséquent مثلا par conséquent نمسح الاخرين je ندير انا je soutiens كندافع je soutiens شنو كعلم كندافع ma façon de voir les choses غادي ندير ma façon de voir les choses من هادو كاملين نختار يعني الطريقه نتاع باش كنشوف الحوايج ونمسح الاخرين بار ان سيرتان نومبر دارغومون ما عجبتنيش هاد بار ان سيرتان نومبر دارغومون دير بار بليزيور ارغومون الوغ غادي نمسح الاخرين ونخلي هادي بار بليزيور فوال بار بليزيور ارغومون جون سيت ما عجبتني جون سيت غادي ندير نخلي ا سافوار مثلا يا عجبتني مزيانه ا سافوار واه لا تنفستر بار كونسيكون جو سيتيان جو سوتيان ما فاصون دو فوار لي شوز بار بليزيور ارغومون ا سافوار. دابا هنايا غادي نصوب لي ارغومون اللي عندي، لي ارغومون راهم عندي واجدين ها هما، مثلا نكون مثلا وجدتهم في الوساخ ولا، وغادي نصوبهم ونكتبهم هنايا. ها هو الارغومون الاول غادي نشرحوه تو دابور، ها هو الارغومون نكتبوه هنا تو دابور. elle voit que son projet relève de l'ordre du devoir et de la nécessité. يعني Antigone كتشوف باللي كتشوف حنا هنا ما عندناش يعني مع هاد ال كتعود على Antigone، حنا ما هضرناش على اونتيغون قبل، غادي نديرو اونتيغون من بعد الا بغينا نبدلوها ب ال نبدلوها. دابور اونتيغون فوا كو سون بروجي ريليف دو لوردر دو ديفوار اي دو لا نيسيسيتي، يعني بالنسبه ليها البروجي ديالها يعني شي حاجه جايه من الواجب ومن الضروره اللي خصها ديرها. سي بوركوا هي ال دو لهذا ال دو بروتيجي سون فرير مور او فيفون، لهذا خصها تدافع على خوها حي ولا ميت فيرغول car le même sang coule dans leurs veines. علاش لحقاش نفس الدم كيتمشى في العروق ديالها. دونك هذا ارغومون الاول. فوتو الارغومون الزوج. ها هو غادي ناخذو هنايا ونحطو ونشرحو. اونسويت اونسويت un cadavre doit être enterré pour qu'il repose en paix. C'est un argument zouj. C'est un argument logique par la norme. La norme qui dit un cadavre jeté خصها تدفن باش ترتاح باش تعيش بسلام. Voilà, c'est un argument. ناخذ l'argument tels. L'enterrement
هو نكوبيو هنايا ونكوليو في بلاصتو بوي بوي نقلو هاد الماجيسكول لحقاش ما رحنا او ميليو بوي لونتيرمون ايت ان ديفوار هومان بلوس كيلي فاميليال يعني واحد الدفن هو واحد الواجب انساني اكثر ما هو عائلي كار Cet acte exprime le respect à l'être humain, il lui rend sa dignité. Il lui rend sa dignité. Foutou le dernier argument, Antigone, voilà, enfin, هاد الساعة مازال ما درناش ليكزومبل بصح راه ليكزومبل راه كاين واجد أنتيغون و أن أوتخ يعني شخص آخر تو الموند بو فيغ لا ميم شوز كيل يعني سوا أنتيغون ولا شي واحد آخر كل شيء غادي يعني يقدر يدير نفس التصرف اللي بغات ديرو أنتيغون سكي في كو سون أكت إي لوجيكمون جوستيفي هذا كيعني بأن التصرف ديالها راه لوجيك لوجيك منطقي الو باقي لنا ليكزومبل ليكزومبل هو راه حنا وجدناه يعني هاد ليكزومبل ليكزومبل فين كنديروه كنديروه علاش درت هنا ليكزومبل لحقاش قلت بان شي يعني كاين شي واحد اخر يقدر يدعم هاد الفكره ديالها وهنا غادي ندعم باسمان غادي تاخد اكزومبل ها هو لو ليان لوجيك باش كنديرو ليكزومبل اسمان كي ا شانجي دافي Et il voulait soutenir sa sœur dans son projet. Antigone lui a dit qu'il était là. Il a dit qu'il était là. Pour qu'il soit dans le projet. Donc, l'exemple qui a été fait pour Antigone ou l'autre, tout ce qui est possible de faire la même chose. Donc, il a fait la même chose. Donc, voilà, nous avons les arguments, les liens logiques, les comme que vous voyez. Tout d'abord, ensuite, puis enfin, l'exemple. الو ماشي خليت ليكزومبل هنا في التالي يعني خصكم تخليوه في التالي وانما ليكزومبل كنديروه انه كيدعم واحد لارغيمون لو كان درت انا هاد لارغيمون هذا درته في الاول ولا في الوسط غادي ندير موراه هاد ليكزومبل هذا نتاع اسمان الو نفوتو للخاتمه بور كونكلور ما عجبتنيش هاد بور كونكلور غادي ندير اون غيز دو كونكلوزيون هنا عندك الاختيار اختار اللي بغيت il s'est avéré que le sujet de ديالاش ديال لا ديسيزيون ها هو لا ديسيزيون دونتيغون nécessite que tu aies une réflexion pardon approfondie ou tu fais un mec mais je vais te dire qu'il faut faire une attention particulière et même khas car il a montré qu'ashbin adhar an la مثلا son intérêt اهميه ديالو ونمسح الاخرين C'est pourquoi, il faut lui accorder quoi? Une grande importance. Ça fait une grande importance. Voilà. Donc, voilà le texte de Nawajid. Il y a une production écrite. واللي مزيان هنايا انكم نوعتوا في العبارات وماشي بحال ما غاديش ديروا بحال بحال يعني مصحح تكون عنده فكره جديده على الطريقه نتاع باش كتكتبوا وهنايا العبارات اللي لحقاش الحاجه اللي كتثير الانتباه نتاع المصحح هي سورتو هاد لانتروديكسيون راكو شفتوا ما درناش فيها شي حاجه بزاف بدنا غير هاد لا ديسيزيون دونتيغون وداكشي الاخر راه حنا صوبناه غير قلعنا منا وردينا منا سي بو هذا مكان وحتى الخاتمه حتى هي مهمه يعني كتخلي واحد الانطباع جيد بالمصحح وزيد عليها لي زارغيمون الا كانوا مزيانين دونك كنظن بلي درتو بحال هذه الطريقه هذه تجيبو يعني تجيبو نقط مزيانين حاجه اخرى اللي ركز عليها هي لا بريزونطاسيون ديال لا فوي انت انتروداكسيون باينه هي راه
باينه بلي راه هي بوحدها معزوله، ديفلوبمون حتى هو باين معزول، الكونكليزيون حتى هي بوحدها. حتى نتوما في نفس الشيء ملي تكونوا تكسبوا خليو هنا واحد الاسباس تكملوا المقدمه، نقص السطر، شنو خسرت الا نقصت السطر؟ عاوتاني خلي هنا الاسباس باش تبان العرض بوحدو، كملت العرض نقص السطر لا لينيا وبدي بماجوسكول. ملي كنديرو شي ليان لوجيك مثلا بحال هكا، تو دابور كنبداو بماجوسكول ونديرو فيرغول، نكملو جملة، نكملو جملة مثلا احنا كملنا هنا لاغيمون، نديرو نقطة مثلا ونديرو موراها ماجوسكول فيرغول ونكملو، يعني باش تحافظو على النقاط، باش ما تضيعوش نقاط. راه هنايا تقريبا عندكم نقطة ولا جوج غير في هاد لابريزونطاسيون هادي، ما تضيعوهاش. فوالا دونك لحد الساعة يعني كان نموذج اخر، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو نتاع ريكيزيتوار، غير نفس الشيء اللي درتو في الموضوع الاخر، غير هنا غادي الرفض بدوك العبارات اللي شفناهم تاع باش كنرفض مثلا ما عجبتنيش لا ديسيزيون تاع اونتيغون، راه حنا شفنا العبارة، يعني ندير العكس ديال داكشي اللي درتو بنفس المنهجيه ولي زارغيومون هما راهم عندكم كما كتشوفوا. الا احتاجيتو ديرو، الا بغيتو ديرو نفس الشيء مثلا انت نتوما ديرو نفس الشيء بهذا ليكزومبل هذا، وتقدروا تصيفطوه لي في لاباج فيسبوك نصحوا لكم تشوفوا واش احترمتوا المنهجيه. هما لي زيكزومبل عندكم نتوما، يكفي انكم تبعوا المنهجيه اللي راها عندكم ولصقوا فيها لي زارغيومون وصيفطوا لي لو تيكست في الفيسبوك، وانا نصحوا لكم ونشوف يعني واش احترمتوا المنهجيه، واش هادشي اللي درتو واش مفهوم ولا لا. دونك ما بغيتش ندير هاد ليكزومبل هذا باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ونتمنى ان شاء الله نكون يعني الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وكنتمنى انني جا كنجاوب على الاسئله نتاع بعض التلاميذ، واللي ما جاوبتوش كنعتذر منه. دونك كاين ان شاء الله، راه كاين واحد بروغرام في الطريق ان شاء الله نتاع لي لايف، غادي نديرو لي لايف، وغادي اول لايف غادي نديرو هو نتاع اننا غادي نتفاهموا على واحد البروغرام اننا غادي نراجعوا فيه الامتحان الجهوي. نتوما تعطوني الحوايج اللي بغيتو نراجعوهم ان شاء الله في واحد اللايف، غادي نجمع كاع النقط اللي راكم ناقصين فيهم وندير لكم واحد البروغرام تاع مثلا جوج ولا ثلاثه الحصص في السيمانه تاع ساعه ولا ساعتين اون ديريكت، وبقى نشرح لكم الدروس اللي بغيتو. فوالا دونك هذا ان شاء الله بروجي غادي يجي، و دونك لحد الساعه هنايا كنقول لكم ان شاء الله موعدنا ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.